قوي شويه فليتم وصلك هذا من ترجي بعد السعوديه اي شنو صار الوقت علاش ما مشيتش للاسبيرونس ما مشيتش للاسبيرونس انا مشيت وقت بعد سي حمدي اللي نحترمه برشا برشا عرض عليا انه باش ناخذ نيابه كبيره وبعد تحط لي كونترا انا عندي نعيش ببرنسيب من ما حبيتش رفضت ما فهمتش شنو النيابه نتاع الشركه نتاعو معناها امور خاصه معناها معناها انا حبيت عليها وكونتر بارتي وقتها على اساس انه خم باش نجي للاسبيرونس جمعيه نحترمها أي. اما ما نجمش علاش خاطر اللي اشوف نجم رضي سهلي من يعني هيك الشيء الميمورابل الناس كل باش تقعد تتذكره في تاريخ نجم رضي سهلي عمري ما نحاول باللي باش يكون هذا مبدا مبدا اي مبدا لكن لما اذا كان رافض المبدا ما تمشيش لبيروه معناها باش تفاوض معاه انا قلت لك علاش مشيت مشيت على حاجه اخرى حاجه اخرى به ايضا الكلوب في فتره سليم الرياح حمدايك في جاء سليم الرياح جاء زوريخ قابلني مع مجموعه اخرى ورفضت لما نفس الشيء معناها قابلته احتراما في شخص عبد وقت اللي استدعاك لازمك تقابله مشيت تقابلته بين الترايف وقت روحت لزوجتي اللي في بالها وقت اني مش قابل سليم قلت لها راه سايب صح في الكليب انا على جو عدت لي غراده تبكي وقالت لي كل واحد ما مزيدش معك حتى نهار علاش متمتش في الكليب ما نمشيش يعني علاش مشيت تفاوض علاش تفاوض مشيت احتراما في الشخص عبد وقت اللي استدعاك تمشي تقابل استدعاك باش تجي للكلوب هما اللي يقول له دائما لا 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 هو يعرف اما حب يقابلك مشيت قابلته وش بيه علاش لا تتقابل الشخص احتراما فيه جاي للبلاد في زوريخ تستقبله تقابله والبرنسيب انه باش نجي مع احترامي زاد للكلوب جمعيه كبيره واي انسان يتمنى يلعب في جمعيه كيما النادي الافريقي ولا فهمت اما انا عندي برنسيب هو اللي عملته في النجم الرياضي الساحلي ورغم انه راه العروض ماديه كبيره برشا برشا.